بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب. أيها الأحباب، نحن في العشر الأواخر من شعبان، وهذا يعني أن رائحة الحبيب قد أطلت، وأن هذا الشهر الذي طالما انتظرناه يوشك أن يغشانا. والله نسأل أن يوافينا رمضان على خير حال. الله نسأل أن يكون رمضان هذا العام شهر خير كما هو، وشهر بركة وفرج وشفاء عاجل لهذه الأمة من أدرانها جميعا، من أمراضها جميعا، من آفاتها جميعا، من عيوبها جميعا. أيها الأحباب، رمضان الغائب المنتظر الذي فرضه الله علينا لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا أيها الأحبة، نريد أن نلقى رمضان أمة واحدة. يا ما أعظم هذه الكلمة، أمة واحدة. كم فقدنا هذا المعنى منذ زمن، منذ تيتمت الأمة بفقدها دولتها، منذ تفرقت كلمة هذه الأمة بفرقة رؤوسها وسياسييها، بانفراط عقدها السياسي، بانفراط حبل دولتها التي كانت تمد ظلالها على الأمة، فيعيش المسلم وهو يشعر بعزته ويشعر بكرامته ويشعر أن الأمم كلها كانت تخطب وده. هكذا كانت الأمة، كانت الأمة أمة واحدة مهيبة الجانب، صفها واحد في المسجد وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج. ترى هل تعود هذه المعاني؟ لأجل ذلك نريد أن نستقبل رمضان أمة واحدة. إنما يقض المضجع ويمض الجو كله علينا أننا بدأنا نحس أن التشرذم تسلل إلينا جميعا، لا على مستوى الحكام والسياسيين، بل حتى على مستوى المثقفين وعلى مستوى العلماء. صار الاختلاف بين العلماء على مسألة شرعية يوغر صدور بعضهم على بعض، وقد كان الشافعي يخالف أبا حنيفة، فلما زار أبا حنيفة في مرقده صلى في مسجده على مذهبه، فلما سئل قال: تأدبا مع أستاذي، تأدبا مع شيخي. وكان أبو حنيفة شيخ شيخ الشافعي، لأن الشافعية تلمذ على محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة. كانت الأمة يدا واحدة بحكامها، يدا واحدة بعلمائها، يدا واحدة بمثقفيها، يدا واحدة بمجاهديها، يدا واحدة بخبزها، برغيفها، بمائها، بزيتها. هذا هو الجو الذي نبحث عنه، وهكذا نريد أن نستقبل رمضان مستشعرين الوحدة. والأمة اليوم متحدة في همها، كلنا في الهم شرقه، وجزى الله شيخي الدكتور أبو عمر أحمد نوفل الذي يقول: كلنا في الشرق همه، كلنا في الشرق همه. والله إن همنا لواحد، والله إن مصابنا لواحد، والله إن حاضرنا لواحد، وماضينا واحد. فعلام الاختلاف وعلام التناحر وعلام التدابر، يأتي رمضان ليعطينا جرعة
هنيئة مريئة في الوحدة. يأتي رمضان ليكرس فرائض الإسلام الجماعية، فصلاتنا جماعة، وفي غير ظروف كورونا نحن نتراص، فيكون الكتف على الكتف والقدم على القدم والقلب على القلب والقلب على القلب، وهذا هو أهم ما في الأمر. يكون الواحد منا في صلاته يصلي بجانب أخيه فيدعو لأخيه وأخوه يدعو له. يكون الواحد منا دبر الصلاة معتنيا بحال إخوانه. ترى من رواد هذا المسجد جائع؟ من رواد هذا المسجد محتاج؟ من رواد هذا المسجد غاب لأنه مريض أو لأنه مصاب أو لأنه مسجون محبوس؟ هكذا كانت الصلاة وما زالت ينبغي أن تكون رمز وحدتنا، وأختها الزكاة كذلك. أليست الزكاة آخذا ومعطيا؟ أليست الزكاة آخذا ومعطيا؟ بلى والله. إذن هي فريضة جماعية، هي فريضة الوحدة، وحدة القلب ووحدة الهم ووحدة الجيب ووحدة الجيب. وهكذا يقوم الصيام بمهمة الوحدة، لأن الأمة جميعا تمسك إذا أذن للفجر في لحظة واحدة، وتفطر إذا أذن للمغرب في لحظة واحدة. أوليست هذه هي الجماعة؟ أما الحج فإن الأمة كلها التي تبلغ الحج تقف على صعيد واحد يوم عرفة تسأل الله العفو والمغفرة، حتى إن الحق تبارك وتعالى لا يتجلى على الأمة بوحدتها وانكسارها تحت ظله، فيغفر لكل واقف بعرفة في سبيله، فلا يرى الشيطان أخزى ولا آسف منه في مثل ذلك الموقف. إنه موقف الوحدة، إنه موقف اليد، إنه موقف القلب، إنه موقف العين التي تسهر على هموم الأمة الواحدة، وعلى تطلعات الأمة الواحدة، وعلى تشوفات الأمة الواحدة، وعلى آمال الأمة الواحدة، على حاضر الأمة الواحدة ومستقبل الأمة الواحدة. أيها الأحباب، متى سنصوم رمضان والوحدة ترفرف بجناحيها، حتى إن الحكومة لتعمل لصالح الشعب والشعب يطيع الحكومة لأن طاعتها من طاعة الله وقت ذاك؟ لماذا هذا الخصام؟ لماذا يشعر المواطن بفوقية الحكومات وتشعر الحكومات بأنها معزولة لأنها فقدت ثقة الناس بها، وصار الأصل هو سوء الظن بدل أن يكون حسن الظن؟ صار الأصل إذا قالت الحكومة أغلقوا المساجد فإن الظن كله بها أنها تستهدف هذه المساجد وأنها تريد أن تهدم هذه المساجد، مع أننا والله لا نحب بل نقف مدافعين عن مثل هذا ونقول يا إخوة. ولما قلنا الحكومة متأولة قاموا لنا وقالوا ما هذا التأول، هذه حكومة ظالمة وغاشمة وتتقصدنا. أتريدون أن تعلموا لماذا سكنت هذه القناعات قلوب كثير من الناس حتى مثقفيهم؟ لقد وجهت من مهندسين ووجهت من أساتذة دكاترة بهذا المنطق. أتريدون أن تعرفوا لماذا وصل الناس إلى هذا المنطق؟ لأنكم أنتم أوصلتموهم إلى طريق مسدود، لأن مثلكم ومثل الأمة كمثل الراعي الذي كذب على الناس في يوم فقال الذئب يهجم على غنمي، فهرع الناس لينقذوا غنمه فلم يجدوا ذئبا، فأعاد الكرة الذئب يريد أن يهجم على غنمي فلم يجدوا ذئبا، وفي المرة الثالثة عدا الذئب حقيقة على غنمه، فلما استجار بالناس
لم يجد من يجيره فأكل الذئب الغنم. يا معشر الإخوة، يا كل الناس، يا أيتها الحكومات، يا أيها الشعوب، فليكن رمضان محطة قريبة أريبة حبيبة ليصلح كل واحد منا موقفه أمام الله، وليصلح كل واحد منا نيته أمام الله، وليصلح كل واحد منا عمله أمام الله. حكومات وشعوبا، تعالوا إلى كلمة سواء في ظلال رمضان، تعالوا نصطلح مع الله عز وجل، تعالوا يمد أحدنا يده إلى أيدي إخوانه في الحكومة ومن الشعب لنكون يدا واحدة ضد أعدائنا. ألا ترون أننا شغل بعضنا ببعض؟ ألا ترون أن صفنا الداخلي قد استهلكنا؟ ألا ترون أن آلامنا الداخلية قد أكلتنا؟ إذن فمن للقدس؟ ومن للأقصى؟ ومن لشيخ الأقصى الذي مددت فترة حبسه الانفرادي في السجن لأنه يرعى الأقصى؟ نعم أيها الإخوة، نعم أيها الإخوة، لا بد أن نعيد النظر في نياتنا، في سلوكياتنا، في تشوفاتنا للعبادة، حتى نكون وحدويين في هذا كله. نحن أحوج ما نكون إلى الوحدة، لأن عدونا الخارجي متربص، ولأنه والله يفرحه أن تختلف حكوماتنا مع شعوبنا، والله يفرحه أن يضطرب صفنا، والله يفرحه أن يتنادى كل واحد منا إلى رأيه وإلى نظرته التي الخاصة التي ينظر فيها إلى الأمور، فيتمترس خلفها ويترك غيره. ألا ترون أن هذا الحال أصبح حالا مزريا، وأن الأمة التي هذا حالها أقل بكثير من أن ترقى وتسمو سمو رمضان ورقي رمضان وروحانية رمضان وعظمة رمضان ومغفرة رمضان؟ يا أيها الأحباب، لابد ونحن نستقبل رمضان من إعادة العلماء إلى دورهم، وكفانا حديثا عن علماء رسميين وعلماء شعبيين. متى كان هذا التقسيم؟ لقد كان العلماء للناس كل الناس، كان عبد الله ابن عباس للمسلمين جميعا، كما كان لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كان لآحاد الناس، كان عبد الله بن عباس كذلك، وكان السلف الصالح سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، وكان عبد الله بن المبارك، وكان الحسن البصري، كانوا جميعا علماء الأمة بأسرها، لم يكونوا علماء طبقة دون طبقة، ولم يقبلوا أن يوظفوا أنفسهم لخدمة أحد دون أحد، إنما هم في خدمة هذا الدين وفكرة هذا الدين وسمو هذا الدين وعظمة هذا الدين، فبلغوا بذلك مبلغا لم يبلغه سواهم بعد ذلك. طيب، أخي يشير إلي بضرورة الاستراحة، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب، ولا بد من العودة إلى سيرة العلماء وإلى دور العلماء، لأنهم ضمانة سلامة الأمة. العلماء الربانيون الذين يصفون قلوبهم وينظرون إلى الأمور كلها بأمل وبثقة. لقد جاء الناس يشكون إلى عبد الله بن عمر الذي طال عمره، جاءوا يشكون إليه أمر الحجاج، فأمرهم بإصلاح أنفسهم وأمرهم بالصبر. هذا ليس أفيون، لا تحسب أنني آمركم بأن تشربوا الأفيون وأن تصبروا على الظلم والأذى وأن تقولوا للظالم عفارم عليك، لا، ولكن
أنا أذكر نفسي وإخواني بدور العلماء في تهيئة الأمة، في تنظيف جسم الأمة، في ترقية الأمة إلى معارج الفلاح، في الأخذ بيد الأمة لتكون أقوى من جلاديها إذا كان هناك جلادون، لتكون أقوى من المتربصين بها إذا كان هناك متربصون. وعندئذ هذا الجلاد وهذا المتربص لحاله بينشف وبيموت، هذا الجلاد وهذا الظالم وهذا المتربص الذي تتهمه بأنه يستهدف دينك ويستهدف التزامك، إذا كنت أقوى منه صلابة في دينك، في تقواك، في سريرتك، فإنه سينشف ويموت وحده، لأن الأمة أقوى من كل التحديات، ولأن الأمة أقوى من كل الشياطين، ولأن الأمة أقوى من عاديات الزمان إذا تحصنت بالله، إذا تحصنت بالعلم، إذا تحصنت بالعلماء، وإذا أخذت للأمر عدته وهي تقارع الظلم والظالمين. معاشر الإخوة الأحبة، رمضان الغائب المنتظر، عشنا أفياءه في العام القادم في بيوتنا، ساكنين ساكتين، راضين بالإغلاق لأن الوباء كان في أوله، وصلينا التراويح مع عواجيزنا، مع عواجيزنا أمهاتنا وآبائنا، ومع الأطفال من أبنائنا وأحفادنا، ونحن نسأل الله عز وجل أن نصوم رمضان في هذا الوقت، في هذه السنة، نشيطين، معافين، بعيدين عن الابتلاء بإذن الله تبارك وتعالى. لكننا ينبغي أن نعلم أن العبادة هي العبادة، وأن مكان العبادة لا ينشط المؤمن، إنما يتذرع أحياناً بعض المنافقين. وصلاة الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين، لأنها في ظلمة، ولأنهم كانوا بعيدين عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم نشيط في العبادة في بيته، في حجرة نومه، ونشيط في العبادة في محراب الصلاة أمام الناس. المؤمن يصلي لله ولا يصلي للناس، المؤمن يصلي في كل مكان. ووالله لا أزين لمن يغلقون المساجد تزيينها أبداً، لا أزين لمن يغلقون المساجد هذا الإغلاق، لكني أقول إن المسلم يتعالى على كل الجراح، وأنا من هذا المنطلق ومن هذا المقام أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا ويهدي المسؤولين لما فيه خير هذا البلد، ولما فيه خير ديننا ومعاشنا وقوة يقيننا، حتى نعود نلتف حول بعضنا لتكون بركة رمضان كما أرادها رب العزة والجلال. يا أيها الإخوة، هذا الغائب المنتظر يرمقنا بعينه، ونحن نتعامل مع أولادنا ومع زوجاتنا، ترى هل ستعود الأمور كرة أخرى إلى التلفزيون؟ وإلى تلفزيون كل واحد منا الذي يحمله في جيبه، وهو هاتفه المتنقل، هذا الذي يحمل الدنيا كلها في طياته، هل سنضيع أوقات رمضان؟ سواء رب الأسرة اللي هو أنا وإنت، أو زوجاتنا، أو أولادنا، هل سنضيع فترة رمضان في الحوازير والفوازير والكلام الفارغ الذي يأكل الوقت أكلاً؟ وهناك إشكالية دائما نسأل، يا شيخ رمضان شهر القرآن. نعم يا ابني، ماذا تريد؟ قال أيهما أحسن، أن أقرأ قراءة سريعة أم أقرأ قراءة تدبر؟ يا سيدي، ليست القضية أن أختم القرآن في رمضان 3 مرات وأربع مرات وخمس مرات ثم أغلق المصحف في 1 شوال فلا أعود إليه إلا في 1 رمضان، ليست هذه القضية. فلتختم القرآن 2 مرات في رمضان، وليكن لك حصة
في أن تقرأ في تفسير ميسر، مثلا كتاب صفوة التفاسير لشيخنا الشيخ محمد علي الصابوني رحمة الله عليه، هذا الكتاب الميسر الطيب المختصر التفسير الميسر لعاشور ولغيره، هناك تفاسير مختصرة كثيرة لغير المختصين، إذا مرت بك كلمة لم تفهم معناها فليكن هذا التفسير بقربك، وبدل أن تأخذ في الجزء ربع ساعة أو ثلث ساعة فليستغرق معك نصف ساعة أو يستغرق معك 35 دقيقة أو 40 دقيقة، المهم أن تفهم وأن تتعلم. فاتخذ من رمضان، نعم أنا طوال عمري أقول رمضان شهر عبادة وليس شهر علم، لكننا لا نجد، باتت قناعة عندي أن هذا الجيل ما عاد يجد وقتا للعلم خارج رمضان من أسف. فاربط نفسك بالقرآن في نهار رمضان وليكن لك زاد من التفسير، وليكن لك صلة بأحد العلماء الذين تثق بهم لتسألهم عن أحكام رمضان، لتصوم صياما صحيحا وتفطر بعده إفطارا صحيحا. لابد من توجيه أبنائنا إلى هذه المعاني، ولابد من توجيه زوجاتنا إلى هذه المعاني. وأنا أقول لكم بذكر الزوجات، يؤلمني كثيرا أنه تتصل بي بعض الزوجات، وهذا يحدث معي ومع كل من يستهدف بالفتوى، أنه يا شيخ أنا زوجي الله يسامحه عصبي شوي، وبعدين إذا لقى الأكل يعني مالح شوي ولا ملحه قليل بجمل الدنيا وما بقعدها على الإفطار، فماذا أصنع؟ ولذلك المشايخ بيقولوا لها إذا وضعت الطعام على رأس لسانك، مقدمة لسانك لتتذوقي هل هو مالح أو قليل الملح ثم تتفلي فلا شيء عليك ولا تفطرين. أنا أسأل، لماذا نلجأ إلى مثل هذه الفتوى؟ ولماذا لا يتحمل المسلم منا أخلاق زوجته حتى لو كانت غير ماهرة في الطعام، أو حتى لو أخطأت في حقه؟ أولست في رمضان؟ أوليس رمضان شهر حسن الخلق؟ إذن لماذا تخرج زوجتك عن طورها لتسأل الناس هل يجوز أن أتذوق الطعام أو لا يجوز؟ القضية أوسع من هذا، القضية أن نسع أبناءنا ونسع زوجاتنا، وأن لا يكون الأكل همنا، وأن لا تكون الحياة هي سقف تفكيرنا، الحياة الدنيا بملذاتها ولحمها وشحمها وسمكها ودجاجها، لأنه أنت في رمضان لست داخلا على موسم تسمين. الواحد منا حين يصوم بدل أن ينقص وزنه فإنه في رمضان يأكل في كل يوم حلوى ويأكل في كل هذا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا لمن يجد، هذا لمن يجد. ولذلك تجد من يجد يخرج من رمضان من مشروع تسمين فبيكون وزنه 75 بيطلع من رمضان 85 أو لماذا؟ لأنه لم يعرف حكمة الصيام في رمضان، وأن من حكم الصيام، من حكم الصيام في رمضان أن تروض جسدك وأن تنشط هذا الجسد وأن تخليه من أدران وسم الطعام الزائد الذي يؤذيه ويضره ولا ينفعه. أين يذهب هذا المعنى؟ وكأن الواحد منا إذا صام، وفي هذا الموسم سنصوم 14 ساعة 14 ساعة ونصف، كأننا إذا صمنا هذا الوقت نريد أن يعني نأخذ الفرق فيما نفطره عما كنا صائمين عليه، فيأكل الواحد منا عن 20 ساعة بدل 14 ساعة التي صامها. هل هذا من حكم رمضان؟ وهل هذا من الدروس التي أراد رمضان أن نتوخاها أو أن نقف عندها؟ أيها الإخوة، لابد أيها الأحباب، ونحن قريبون من رمضان وفي العشر الأواخر من شعبان، لابد أن نتوقف عند الشعور ببهاء رمضان. كيف نشعر ببهاء هذا الشهر؟
وبأنه شهر يختلف عن سائر الشهور، بأنه فرصة، وبأنه نفحة من نفحات الله نتعرض لها. أول قضية إجرائية، العلماء كرهوا الصيام بعد منتصف شعبان إلا لمن كانت عادته كذلك، فبعضهم وهذه قلة قليلة يصوم يوما ويفطر يوما، فمن كانت هذه عادته فليستمر على أن يتعمد الإفطار في آخر يوم من شعبان حتى لا يتصل برمضان، وليكون لرمضان شخصيته، تمام ولا لا؟ وإذا كان من الذين يصومون الاثنين والخميس فليستمر، لكن إذا يعني إجت هبة وقال والله هذه أيام فضيلة، لا لا، العلماء كرهوا أن تصوم بعد النصف من شعبان حتى تلقى رمضان قويا، فما دمت غير معتاد على الصيام فإن الصيام بعد النصف من شعبان قد يأخذ بعض قوتك التي تحتاجها في صيام رمضان. إدراك المقصود من رمضان والعلم بأن الأجر مضاعف في هذا الشهر يقتضي منا ورشة عمل حقيقية مع الأهل في البيت. تعالوا تعالوا يا أولاد، تعالي يا زوجتي العزيزة، ماذا تقترحون علينا أن نفعل في رمضان؟ أعطي واحد من الأولاد ورقة وقلم، أقول له أكتب، أخوك محمد يقول كذا وكذا، أختك سمية تقول كذا وكذا، أمك تقول كذا وكذا، ونناقش هذه الأمور وإمكانية إجرائها في رمضان، ولا نكبر حجرنا ولا يعني نتشوف أمورا لا نستطيع تطبيقها، خلينا على قدرنا وعلى قدر استطاعتنا لكي نطبق ما نكتب، وحتى لا نشعر بالعجز، حتى لا نشعر بالعجز. وليكن من وصاياي لأولادي ألا يفتر لساننا عن ذكر الله، وألا ننظر إلى حرام. تعى يا ولد، أنت عمرك 13، أنت عمرك 15، أنت عمرك 17، كيف تنظر حتى إلى قارئة الأخبار؟ أوليست متبرجة وأنت مبحر في الصورة هكذا؟ طيب كيف تنظر إلى الممثلة التي تقوم بدور ما؟ هذا كله من آداب رمضان التي سنخرج بها إن شاء الله تعالى إذا انتهى رمضان. هذه ورشة حقيقية، هذه ورشة حقيقية، إذن فلا بد أن نعد أنفسنا لها، لا بد من العزم على التغيير في رمضان إيجابيا. يا مدخنون يا مدخنين، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، يا مدخنون ويا مدخنين، فلنعزم جميعا أن نحارب الدخان. اللي صبرك على الصيام عن الدخان 14 ساعة فإن لديك أنت المسلم المحب لرمضان من العزيمة ما يقويك على ترك الدخان في رمضان وبعد رمضان. ولتقل للسيجارة باي باي عند أول يوم من رمضان حتى تلقى ربك. والله إن الخروج بهذا الإنجاز من رمضان نصر عظيم لك، لإرادتك، لقلبك، لنيتك، ولحاضرك وحاضر أولادك ومستقبلك ومستقبلهم. أيها الإخوة الأحباب، ضاق الوقت عن الحديث عن تشوفاتنا في رمضان، لكن ما زال في الوقت حلقة قادمة قبل أن نستقبل رمضان، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.